اذكر أسماء منتجات غذائية عراقية وطنية. أستاذ عيد اسمه ألبان أبو غريب. عجيب، شو صرحت له؟ ألبان أبو غريب صح، وأعلى احتمال. إذا تفضل أستاذ مصعب وتفضل أستاذ علي وخلنا نروح. بعد شنو شنو؟ شو تسألي إله؟ لا لا لا، قلت له بعد شنو؟ إلي تقولي لي بعد شنو؟ بعد طيب شنو؟ منتجات طيب هلا؟ انطيني، ما أدري أنا شو هذا منتجات. سؤال يحتمل 7 8 10 20 جواب. بلى. هي مو سؤال ما يحتاج جواب واحد. وهاي فذكري لي وفكري لي وقولي لي. شو تقولين؟ منتجات هلا. منتجات هلا. هلا. ويا هلا بحنان يا هلا. من كنت تدورين نقل وغش راح تطلعين بيها. فكري زين، والسؤال سهل. ست صبا، اذكري لي أحد المنتجات الغذائية العراقية الوطنية. قال علي، قال ألبان أبو غريب، و معمل كربلاء المنتجات الغذائية. معمل كربلاء، تعليم كربلاء. نعم هذا موجود، برافو عليك. وكرار السكر، معمل السكر. معمل السكر، خلينا نشوف معمل السكر. السكر ما موجود، لربما يعني يكون موجود بس ما ذكر وجوز. إذا الخطأ الثاني الآن، وعلى القيسي أن يتدانشوا أن يتفقوا. جواب واحد إذا عرفتوه راح تأخذوا أو هم يستمرون. ترى عندكم خطأين وباقينا 5 احتمالات. وعلي، شركة بغداد المشروبات الغازية. مشروبات الغازية، نعم خلينا نشوف. المشروبات الغازية خطأ. إذن الخطأ الثالث المشروبات الغازية أيضا خطأ، ونروح على القيسي. أخي القيسي، القيسي القيسي والقيسي وإبراهيم، شو تقول؟ نعم. اذكر أحد أسماء المنتجات الغذائية العراقية الوطنية. إبراهيم، زيت الدار. زيت الدار، يا الدار يا الدار. أحمد، لبن أربيل. لبن أربيل، يا عيني والله اشتهيت لبن أربيل. وسبق ويا لبن أربيل. لبن أربيل، لبن أربيل و زيت الدار. ها زيت الدار أربيل. الآن أستاذ مصعب القرار قرارك، يا إما زيت الدار يا إما لبن أربيل. لا وين بعد خلصنا أنت؟ لا محسن أي خلص بعد ما يصير تشاور. تمام. أي لبن أربيل. لبن أربيل، منتج غذائي عراقي وطني. خلينا نشوف لبن أربيل. خطأ مع الأسف، لم يأتي بالسياج.